هل العمارة الإسلامية كانت موجودة في المساجد بس ولا في كل المباني؟ هو الخلط اللي بيحصل انها منسوبة بس للدين، آه، لكن هي لدور كانت موجودة العبادة في والمساجد. مع العصور السياسية والأزمنة، موجودة في كل أنماط المباني اجتهادا من المعلم البناء اللي كان في هذا العصر والحرفيين اللي معاه في حاجات، في وكالات، والوكالات دي حاجة سكنية أو تجارية أو فندقية، ده وده وده في الأسواق، في المساكن المتواضعة اللي هي زي ربع أو مسكن فردي أو قصر، يعني كان موجود في جميع موجود المباني، في كل المباني، ومعاها كمان المساجد، المساجد صحيح. والأسبلة اللي أغلبها نشأ من العصر صحيح. العثماني، لكن له بدايات برضه في العصر المملوكي للإنسان وللدواب اللي بتمشي. إمتى كانت العمارة الإسلامية في أزهى صورها أو عصورها؟ من وجهة نظري وبيتفق معايا كتير من النقاد والمؤرخين، هو العصر المملوكي في مصر بالذات. صحيح، ويمكن حضرتك كلمتنا عليها كتير دلوقتي. وقمة عظمة الأمثلة في هذه العمارة المملوكية في مصر مسجد ومدرسة السلطان حسن، بقى له أكثر من 500 سنة، ده غير الرفاعي اللي قدامه، المبنى اللي قدامه بقى له حوالي 150 سنة، إنما الرفاعي بيعتبر درة العمارة الإسلامية في العالم اللي بيتقال عليه في النمط بتاع العمارة الإسلامية. حضرتك شايف إن لسه في ناس بتصمم العمارة الإسلامية ولا الناس بتتجه للحاجات المودرن الحديثة؟ للأسف كل من لم يتعايش مع إيجابيات التراث، إيجابيات الآثار الإسلامية في مصر وفي غير مصر، عشان يعرف المقارنات وإيه اللي للمجتمع ده وإيه اللي للمناخ ده، و مش مستوعب كل من حجم لم العظمة يدرسها اللي ودرس كانت. فقط المناهج الأجنبية مالوش دعوة بالعمارة الإسلامية، لكن في كتير اشتغلوا في الاتجاه ده وبعضهم أنجز فعلا أعمال، منهم مثلا طبعا أستاذنا أو أستاذي حسن فتحي، في كمان الدكتور صلاح زكي، في أحمد حامد، في جمال عامر، في رامي الدهان، يعني المعماريين الشباب ما هم دول بتنموا بس دول فيهم خط الشباب العمارة شوية، يعني جمال الإسلامية؟ عامر خطها شوية، رامي الدهان وسهير فريد خطوها شوية، صلاح زكي خطها أكتر، لكن دول دخلوا في المواضيع دي وشغلهم حصل فيه نوع من التحديث وفقا لمواد جديدة ووفقا لوظائف جديدة ووفقا لعلاقات بالمحيط العمراني اللي هي فيه، وفقا نظريات الإدراك البصري عشان المواطن يحس بالجماليات وهو بيتحرك صحيح. ما بين المبنى وبين المكان ويبقى علامة مكانية. بس للأسف ما بتدرسش الحاجات دي كمناهج معمارية ضمن التدريس المنقول على المناهج الأجنبية عشان الطالب يعرف ده ويعرف ده ويعرف ده وبعدين يختار مدرسته.